أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في نشرة الليلة من أخبار وذني. جلسة التصويت للتمديد لهيئة الحقيقة والكرامة رفعت منذ أيام. طبعا نواب تقول جلسة قانونية، ونواب أخرين طاعنين في شرعية الجلسة في حد ذاتها. جماعة تقول لك التصويت ما بلغش النصاب، وجماعة تقول لك النصاب موجود، وهيئة الحقيقة والكرامة قلت لهم باش نكمل عام آخر بالسيف. هو مش تفهم الحقيقة والكرامة، لازم تكون عندك كرامة وتحب الحقيقة، لأنه في الحقيقة برشا حقائق يلزمنا نحقوا فيها باش نوصلوا للشك اللي هو طريق للحقيقة. ومش كل واحد حقوقي نجم نعتبروه حقاني ويحب الحقيقة، خاطر في الحقيقة ساعات تلقاه حقنا، ومش كل كريم نعتبروه بكرامته، خاطر في الحقيقة ساعات تلقاه يحب يكرم لحيته بيدو من غير لا تصب له ولا تزيدو. وفي بداية نشرة الليلة من أخبار وذني، سعيد أني نرحب طبعا بضيوفي في هذه الحلقة، وعلى يميني الصحفي المعروف ورئيس جريدة الصح ندحم بو، الأستاذ نجيب بوتراسي. نجيب مرحبا بك. يا سيدي بارك الله فيك. عايش يا سيدي، ويرحم والديك ويرحم والدين والديك على هالاستضافة الكريمة. بارك الله فيك ولينا حيك علينا. عايشك، شكرا. عايشك وربي معك. بارك الله عايشك، ذميتك على الاستضافة. شيخ على الكرسي هذا القادم. عندي عارف ديما يلعب بالكرسي. حلو عنده كرسي كما هكا. بيان خويا، هذه فرصه زاد انت بيدك زاد باش تستغل الكرسي. ومعنا كذلك الخبير في الحمص المنفخ السيد رضا بوعون. سي رضا مرحبا بك. اهلا بك. صباح. عندك حاجه واحله وظلي في سنتك تتمصص؟ والله همسه صغيره محلت لي الصباح. مصني بها الحمصه هذه. يا سيدي مرحبا بكم. على كل مرحبا بكم. بون، اليوم نشرتنا متنوعه. اليوم عندنا سياسه، عندنا علوم علوم طبيعة، عندنا مسابقة للمشاهدين، عندنا فاصل غذائي، عندنا مسابقة للمشاهدين، عندنا من أنا أسيره فقرة متنوعة، مشخشخة شوية اليوم. يلا نبدأ نشرتنا إذن بالأخبار الوطنية. سؤال الأول باش يكون، سؤال الأول باش يكون في الطب، في الطب في الطب ان شاء الله نكونوا جاهزين. في الطب أنا عندي الأمور في الطب. هتعملها الطب وما قريناش الطب ومش عجب بدويات عرب. حلو. سؤال الأول إذا قلتله أنا بكري. حلو يا سؤال في الطب. إذا كما قلنا، السؤال يقول شكون الشخصية السياسية اللي قالت المثلية الجنسية شيء طبيعي؟ رجب سلامة. لا، نور الدين تبوبي. لا لا لا، شو اسمه هو ذاك؟ لا لا، شكون؟ عمار عمروسي. لا، دونالد ترامب. لا لا، هتلر. لا، هو تونسي. تونسي 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 في المزغني. لا لا، ديجا سويسي. لا لا لا، ديجا سويسي. لا، سامي الفهري. لا لا، شو اسمه ذاك اللي يغني بحب بحب؟ لا لا، ما يغني. نور الدين البيش. لا 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 لا، مثلا سامي الفهري. ما ثماش إجابة صحيحة. لا، هو هو جمال مدني. لا 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 لا، مثلا سياسي. بس إجابة صحيحة. عايشكم. اللي قال إنه المثلية الجنسية شيء طبيعي وليس لنا أن نتدخل في سلوكيات الأفراد هو الشيخ راشد الغنوشي. راشد الغنوشي يقول المثلية مثالش. هو الغنوشي مثل التسامح. مثله حد. هو مثل قبل في أدوار سابقة. لا، هو لا يمثل. باي 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 ملا سيسا. قداش قداش يا خويا، قداش مثال. انا بصراحة باش ننضم لحركة النهضة. علاش؟ على خاطر المثليين؟ لا لا، باديتو. مالا؟ على خاطر راشد الغنوشي هو مثلي الاعلى. برافو، اختاني من التصفيق. يا رب يلا اختاني، انت حر في 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 اختيارك. على كل، يلا يبدو انه نحن نشوف الموضوع اخر. رب، يبدو انه رئيس مجلس الشعب السيد محمد الناصر جاب تجهيزات جديده للنواب. اي تجهيزات جديده؟ شراها مجدده للنواب باش ينجموا يقولوا مداخلاتهم من غير ما يتقلقوا بالحس. ناخذ فكره على احدث التجهيزات اللي يوفروها للنواب في مجلس الشعب. يا الله، أنا باش نسد وذنيا باش ما نسمعش حتى كلمة من القاعة، كان تسمح سيد الرئيس. ما يواش فوالا. اذا كاسك عازل الصوت. هذا كاسك عازل للاشعه البنفسجيه. بون، الاشعه البنفسجيه في المجلس ما نصورش كيفاش نحيها كاسك بصراحه. تو تسمع روحها هي تو بالكاسك.
احنا المهم ان احنا نسمعوا فاهم ليه احمد هو هو النواب حتى من غير كاسك ما همش يسمعوا في الشعب صراحه الكاسك حلو يلبسوا الشعب علاش باش ما عادش يسمع النواب ايوا اش راديكالي راديكالي سيد انا راديكالي معروف قال هات تمشيو توا للحظات لحظه قلت لكم كليك الفقره بتنوع اليوم شوف في لحظات في الطبيعه لحظات في الطبيعه مع النائب فيصل التبيني وفقره اي فقره مغامره التبيني والافعى ثم نعود شوفوا فقره مغامره التبيني والافعى باش نعرف الملل نتبعوا في الفيت نتاع الماء دخلت تحت الجنطرة دي كل باش يجيك الفويت من الكياس وهم الضغطين ارجوش ملقى بالصدفة طب بعد ما تكملنا بس كمان ما تبقى مش ندخل داخل اش عملت وليه هلا حيث صباك اغفل وش لقينا تريس بعد ما خرجنا نش اها وحنش اها هو ايجا نيت اها هو حنش صح اوه يا فايس يا فايس يا فايس اصلق التبيني اصلق خليه سايبه التبيني فلاح ما تخافش عليه لا هو حتى في السياسه يفلح بصراحه شوف الشجاعه بتاعه معناتها فايس لفعه هربه ويجري وراها لا ويجري ويجري حفيان هكا وساق وسافن السروال ما التبيني هذا خويا ولاباس هو توا التبيني لا لحنش ما اش عليا تبيني يزلق لا هو حتى تبيني ايش من احناش علاش تبيني عنده كل اللسعات هذوك بس الشعب يلا يلا عندنا مسابقه اليوم عندنا مسابقه اليوم مسابقه حلوه هيا باش الحمد لله هيا باش جينا على مسابقه كبيره لا لا مش لكم انتم راضيين مسابقه للساده المشاهدين الساده المشاهدين اي سيدي مسابقه للساده مسابقه مسابقه للساده المشاهدين يلا اللعبه باش تكون بين النائبه منى ابراهيم عن حركه النهضه ومحمد الناصر رئيس مجلس الشعب من ديدا تونس نسمعهم نسمعهم ثم نرجع ونشوف المسابقه شو اسمها هذه محمد عبد الناصر يلعب مع الواحد وقتاش يعجبك شي قول له انت قول على روحك نظيف او انظف مني باش نقول لك راني أشرف منك وأرجل منك يقول لي أني أنظف منك وأنظف من اللي أنت تعرفهم وأنظف من اللي قرب ليك هذه مستويات تو هكا تو شو هذا نائب وعبد الناصر هكا معناها محمد الناصر محمد الناصر محمد الناصر ولا شنو والله عيب تو محمد الناصر هذه مسابقه لا مسابقه مش مشكله مسابقه دي للساده المشاهدين اذا من المسابقه تقول من كان الارجل والاشرف محمد الناصر ام النائبه منيا ابراهيم للتصويت أعزائي المشاهدين أبثوا SMS للرقم اللي تشوف فيه توا أسفل حلقوم المالي وراء سور المجلس كان باش تصوتوا أنه محمد الناصر هو أرجل من منيا إبراهيم أبثوا حرف ووه وكان تحبوا تصوتوا أنه منيا إبراهيم أرجل أبثوا حرف ووه يا ناري ووه شكرا براس والديك يا رحم والديك هاي. سؤال تفضل نجم نصوت انا في شي باش تبعث انت باش نبعث ها نندبهم ها لا ما انت ما عندكش حق تصوت لا الساده المشاهدين الساده المشاهدين بربي سامحني نتائج التصويت وقتاش نتائج التصويت وقت اللي نهق لبهم في قلب البحر هاي باهي قريب معناها قريب هاي قريب يلا اذا على كل ان شاء الله عندنا جائزه كبيره باش نربحوهم بعد التصويت هذايا نقول لكم عليها بعدين يلا نخرجوا اذا توي نخرجوا فاصل غنائي فاصل غنائي ولحظات بل برهان بسيس من نداء تونس في 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 المحمدية فاصل غنائي ثم لنعود لمصالة برهان بسيس يستقبلوا فيه في المحمدية اي شوفوا فاصل غنائي نتفرد واحدة شوي يلا فاصل غنائي ثم نعود اي يعطينا التفرهيد نعطوك اه فوالا اذا
فاصل غنائي حبينا نلطف شويه الاجواء. بنسبك تو الفاصل الغنائي هذا مش يفكرنا بيومات عندنا برشا ما شفناهاش والله. لا والله مش عارف حلوه المفروه زكره والطبال وي وي جحفه 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 درشت ثم ثم سيده شوف هو راي السيد بتاع الحمص المنفخ وين هو يا يا منفخ يا عدو الحق يا منفخ وي ايش بيت غادي ايش بدك عجبني الحصان انا كيفاش ماشي جاي ماشي جاي الحصان هو احسن حاجه في الشيء اللي كنا نراو فيه الحصان على كل مش عربي الحصان عربي اكزاكت يلا على كل على كل يلا يلا تو نمشيو فقره من انا من انا من انا من انا من انا من انا واضح شكرا واضح واضح يلا 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 حاضرين واحد راهو ديما يقول لي راك تعبني في الحكايه يلا برافو يلا 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 حاضرين تو فقط من شخصية اليوم شخصية محورية جوهرية معروفة ابوكم طلعوا في سفيسة يلا جور مبارك نقول مش جور مبارك جور فيه اي جوهرية مازلت ما عطيتش انا الولاد يلا هاي كولن توب توب انا قيادي في الجبهه الشعبيه انا سمير رصيف ماش رصيف منى نور الدين ماش منى نور لا انا عملت طرح خنيفري مع اياد الدهماني وسط مجلس النواب نور الدين باش كملت تويتي باش كملت تويتي لا انا اللي قال عليا اياد الدهماني اني طفولي وغير ناضج سياسيا وما يعرف كان التنبير اي المنظر الزنايدي لا مش منظر الزنايدي لا 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 شي لحظه لا هذاك اللي يغني ذاك شو اسمه يغني عجيبي ماشي غني لا لا انا لديت انا لديت الى اضافه فصل يدين الغنوشي في قانون تحسين الثوره اي سمية الغنوشي سمية الغنوشي يدين الغنوشي تحسين الغنوشي تحسين الثوره جمال ساسي ماشي لا 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 تحسين العباسي لا انا اللي قلت انه المرزوقي زفر عليه الترينو زفر عليه الترينو عصام الشوالي عصام الشوالي زفر عليه الترينو شو اسمه الثور الثور باش تقول انا اللي قلت للاغلبيه الحاكمه انتم مجرمون اعداء الشعب التونسي انتم مجرمون اعداء الشعب التونسي قيس سعيد انا سعيد خرب زياد نتاعك زياد نتاع الصوم زياد نتاع لا 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 لا, 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 لا انا اللي دعيت الجبهه الشعبيه لتغيير خطابها وسلوكها المعادي للحكومه عرفتوا اي شكون هم الهمام هم الهمام لا لا انا عم الهمام نتاعك فين فرحات فين فرحات فرحات انا اللي قلت انا اللي قلت للنهضه ارحلوا عنا فقد كرهتكم العيون وستقتلعكم سواعدنا من الارض هو عبد الرحمن الشرقاوي من الارض الارض ابن عبد الحليم المسعودي باش عبد الحميد اسم الله انا اللي قلت لن اصوت للباجي ولا لحمل همامي في انتخابات 2019 عرفتوا 2019 مايكل جاكسون مايكل جاكسون ربي نتاعك اخويا ما نعرفش منين تجيب الاسامي هذوما شكون مصطفى بن جعفر مش مصطفى بن جعفر انا اللي قلت على نائب اللي هو بهيم ويحبني يقول عليه ذكي قال انا شعب بهيم 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 يا ربي يا ربي شو اسمه شكون بسيس بغانب لا 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 حافظ قايد لا 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 انا رئيس اللجنه الماليه في مجلس النواب شكون عرفت ترى سمير بن سعيد المنجي الرحوي المنجي الرحوي النائب المنجي الرحوي والجواب صحيح برسمك نعاودها المنجي الرحوي المنجي الرحوي دورت لخواتري انت بالكرسي بتاعي وتدوري بك النحله خواتر دورتو لي غاديك اش قولك فيا برب المنجي الرحوي سهله طلعتو من اللور هذا كذا قال النائب بهيم قطع تعب يتعب المنجي الرحوي في بالك اللي هو عند المنجي الرحوي عنده اي عنده المنجي الرحوي عنده واش شو متعرفش متعرفش مريش عنده هذيك كي راحت يدافع انا لحظه لا 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 تجبد لي عندك دلو براهين عندي عندي خليك في الفيست نتاع الحلقة اللي فاتت لا لا على كل على كل هذا هو هذا هو الخاتم نتاع المنفخ هذا يعطي في واضح واضح اذا اذا مش نحكي نحكيوا بعد منجي الرحوي سامحني سامحني هذاك انا منجي الرحوي انا طلعته طلعته عندك الحق خليني نتكلم تفضل شبيك ديما تقمعني وتعطينيش الكلام انه نقول يعني منجي الرحوي سامحني منجي الرحوي راهو هذا راهو لا هذا كل يتقص في المونتاج بعد راهو ما يساعدنيش لا شنو كيك لا لا ما عملوش تنصير هذا حاجه في الرايو
قرر بكل صراحه. لا ماهوش راي هذا، ماهوش راي بكل صراحه. هذه تتسمى منازعه لوحاميه في الانشاء الاخر. منازعه لوحاميه، منازعه لوحاميه، منازعه لوحاميه. انت مناسب لهذا، واضح واضح واضح. يهديك يهديك هكا تكونوا، هكا نكونوا سيد سيد صاحب دحنبول عايش، هكا تكونوا وصلنا لنهايه حلقه الليله. وصلنا لنهايه حلقه الليله من اخبار وذني. ماش كنت تحبوا تسالوا عن النتائج نتاع التصويت؟ بالله سمح، نتائج التصويت وقتاش؟ لحظه برك، قولوا لي نتائج التصويت على طرح محمد الناصر والنائب مني ابراهيم. الطرح تعادل، الطرح تعادل حتى التو. اي به واضح واضح. اذا نكملوا الطرح ونمشيو نكملوا الحلقه، نكملوا الحلقه ونمشيو نعطوا القهوه، نكملوا القهوه هذيك في الحاج البين سبور. يعني اذا هكا نكونوا وصلنا لنهايه حلقه الليله من اخبار وذني بفوز الصحفي المعروف ورئيس جريده الصحه الدحنبو الاستاذ نجيب بوترعه. سي نجيب اهلا وسهلا بك. دور سي دور هذيك تادي من التصوير الكهربي وترجع صابي من التدوير نتاعك، تربح معنا كذلك طبعا جائزه اخبار وذني الفكريه. والاستاذ رضا بوعون الخبير في الحمص المنفخ تربح معنا ذلك باكو بوفاس دابوزا بوفاس، تربح معنا من اهداء فريق البرنامج من اهداء اهداء صيدليات بوحوش للادويه والكوش. الف الف تو ندم به هذا بوفاس، ندم به ندم به كسر فسر طبعا. حلو. اذا الى هنا اعزائي المشاهدين نصل الى نهايه حلقه الليله من نشره اخبار وذني. غدوه نتقابلوا في حلقه خاصه ان شاء الله بيوم الارض الفلسطيني. تصبحون عنده عنده واش الراحوي عنده عنده باش شو متعرفش متعرفش عنده هذيك كي راحت يدافع انا. اي لحظه، لا 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 تجبدني عندك ندلو برهينه. عندي عندي خليك في الفيست نتاع الحلقه اللي فاتت. لا لا على كل على كل هذا هو هذا الخاطر نتاع المنفخ هذا يعطي في واضح واضح. اذا اذا مش نحكي نحكي بعض منجرح ويسمعني سمعني هذاك انا منجرح انا طلعته طلعته انا. لا عندك الحق خليني نتكلم. تفضل شبيك دائما تقمعني وتعطينيش الكلام نقول يعني منجرح ويسمعني منجرح راهو هذا راهو لا هذا كل يتقص في المونتاج بعد راهو ما يساعدنيش. لا شنو كيك لا 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 ما عملوش تنصير احنا هذا حاجه في الرايو قرر بكل صراحه. لا ماهوش راي هذا، ماهوش راي بكل صراحه. هذه تتسمى منازعه لوحاميه في الانشاء الاخر. منازعه لوحاميه، منازعه لوحاميه، منازعه لوحاميه. انت منازعه اذا واضح واضح واضح. يهديك 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 هكا تكونوا هكا نكونوا سيد سيد صاحب الدحنبول عايش، هكا تكونوا وصلنا لنهايه حلقه الليله. إلى هنا تنتهي نشرة الليلة. تشاو.